الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز رئيس مجلس أمناء مؤسسة مينيتور العربية للوقاية من المخدرات يتحدث ليهلا في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، ويهلا يستضيف فتيات مشاركات في أول ملتقى صيفي للفتيات في السعودية، وأيضا في يهلا المصارف المحلية تتجه إلى تحقيق أعلى أرباح تراكمية في تاريخها. أهلا بكم في حلقة جديدة من يا هلا. الانطلاقة من أكثر المقالات الصحفية زيارة على مواقع الإنترنت، والمقال الذي حظي بأكبر عدد من التعليقات وأيضا أبرز تعليقات القراء على المقال، أكثر تعليقا بالإضافة للمقال الذي اخترناه لكم نحن فريق يا هلا من الصحافة السعودية. المقال الأكثر قراءة من صحيفة الاقتصادية للكاتب عبد الحميد العمري بعنوان المتقاعدون بأي ذنب يهمشوا. يقول العمري: يقدر إجمالي عدد المتقاعدين الأحياء والمتوفى منهم والمستفيدين من الورثة من معاشات التقاعد حتى نهاية عام 2012 في السعودية بأكثر من 1,000,000 مستفيد دفعت لهم كل من مؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية خلال العام الأخير أكثر من 55 مليار ريال، كما عاشات تقاعدية أي بمتوسط شهري يبلغ 3,700 ريال لكل مستفيد. يظل ملف المتقاعدين من أكثر الملفات التي دارت بين مكاتب الصادر والوارد لدى مختلف الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، واستغرقت سنوات عديدة ومديدة لكن دون أن تصل إلى مستقر لها يروي الظمأ ويسد الجوع. سنوات عديدة وحال هذا النقاش والجدال كما هو لم يصل إلى مستقر له، ولا يبدو في الأفق القريب أنه سيصل إليه في الوقت الذي تزداد خلاله الظروف المعيشية صعوبة وضيقا على المعنيين بالدرجة الأولى به. فماذا استفادوا من هذا الجدال إلا مزيدا من تحمل مصاعب الحياة المعيشية ومشقها؟ فما الحل إذن؟ هنا يأتي دور الرؤية ذات الحس الوطني بدائرتها الأوسع والأشمل التي تنظر بعين الاعتبار إلى المخاطر المحيقة بالمجتمع ومقدراته إن استمرت تلك الأوضاع في تفاقمها باتجاهها السلبي. ويكمل العمري: أين سنجد هذه الرؤية الوطنية المخلصة التي تأخذ في الاعتبار الثروة الأولى للوطن ممثلة في النواة الأولى له الإنسان والأسرة، وأنها الأولى والأجدر بمنحها على ما سواها أسباب الاستقرار والرخاء والازدهار؟ ويختم العمري: لن يفك هذا الجدال العقيم والدوران حول أنفسنا دون نتيجة إلا رحمة من ربك ثم تدخل من يحمل تلك الرؤية الوطنية. المقال الأكثر تعليقا من صحيفة الوطن للكاتب صالح الشيحي بعنوان لماذا لا يكون صحيحا. يقول الشيحي: تداول السعوديون خلال اليومين الماضيين على نطاق واسع خطابا مزورا يحمل توقيع وزير المالية يتضمن زيادة رواتب موظفي الدولة بنسبة 35% وزيادة مماثلة للمتقاعدين. المالية نفت الموضوع بسرعة على غير عادة، ربما لكون الخبر مفرحا، وذهبت لتفنيد الخطاب بدقة عجيبة. الذي كنت أتمناه حقيقة أن الوزارة خرجت برد ألطف يراعي مشاعر الناس، كأن تقول أنها تعكف على تقييم رواتب موظفي الدولة بما فيها رواتب المتقاعدين، لكنها لم تصدر شيئا بهذا الخصوص. لكن أن تسوق البراهين التي تثبت أن الخطاب مزور وتفصل فيها بهذا الشكل وكأنها تتنصل من جريمة كبرى، هذا أمر غريب عجيب فعلا. ويضيف الشيحي: في أي كوكب تعيش وزارة المالية؟ الواقع اليوم يثبت الحاجة الماسة لرفع رواتب المتقاعدين بالذات، فقد ملنا من تكرار الحديث عن هذه القضايا، شيء لا يمكن أن تتصوره أن تخدم بلدك عشرات السنين وفي النهاية تخرج براتب لا يتجاوز 4,000 ريال. لا يمكن لك مهما كنت اقتصاديا أن تفصل هذا المبلغ الضئيل على حاجات المتقاعد الأساسية، وهو ما يحتم فعلا أن تتحول هذه الإشاعات المتتالية إلى حقيقة. ويختم الشيحي: موجودات المؤسسة العامة للتقاعد والاستقطاعات الشهرية التي تحصل عليها قادرة على تحمل أي زيادة قادمة، موجوداتها واستثماراتها وأصولها تقاس بمئات المليارات، حاجات الناس أدخلناها رغما عنا لباب التمني، لذا أتمنى فعلا أن يكون الخطاب القادم حقيقيا وليس مزورا كالذي نفته المالية يوم أمس.
التعليق الأبرز جاء من مسلم عبد الله. هناك تدفق مالي هائل على الدولة، وهناك مشاريع منتشرة في أنحاء المملكة لا توازي هذا التدفق، والسواد الأعظم من المواطنين مشغول بقوت يومه. المقال الذي اختاره لكم فريق يا هلا من صحيفة الحياة للكاتب عبد العزيز سويد بعنوان التصحيح من دول تصدير العمالة. قالت الأخبار إن مصر وبنغلاديش والهند طلبت من الحكومة السعودية تمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة. الطلب متوقع، كل دولة تحرص على مصالح مواطنيها، وهناك كثرة مخالفين وازدحام، إلا أنها في الجانب الآخر فرصة جيدة لوزارة العمل بل وللحكومة السعودية للحفاظ على مصالح مواطنيها واقتصادها من خلال صياغة اتفاقات جديدة تسهم في فلترة العمالة المستقدمة. يضيف الكاتب أول بند في هذا أن تكون الدولة المصدرة للعمالة مسؤولة عن عدم وجود سوابق جنائية لمواطنيها، وكذلك عن صحة الشهادات المهنية والصحية التي يقدمها مواطنوها وصادرة عن جامعات أو مؤسسات لديها، بما يعني تحمل مسؤولية وكلفة ما ينتج من ذلك من أضرار. الثاني، صحة وحقيقة المهنة من بلد تصدير العمالة، على الرغم أن وزارتنا الموقرة الآن تتيح تغيير المهنة بحسب الطلب. ومع ذلك نقول حنا عيال اليوم، يمكننا البداية من جديد، واستثمار هذه الفرصة سيضيف فلترا جديدا من المنبع، كما يحفظ حقوق الشركات والجهات التي تستخدم العمالة. ثم إن على الوزارة الموقرة أن تعلن شيئا بخصوص تجارة التأشيرات، الثقة هي أساس التعاون الذي تطمح له الوزارة من المواطنين، وهي لا تأتي اعتباطا بل بالشفافية والإجراءات الصارمة على الجميع. ومن هذا وجوب إعلان تجريم بيع التأشيرات سواء كانت للعمل أم للحج والعمرة، مع تغليظ العقوبة وفتح أبواب البلاغات حولها والتعامل معها بجدية، هذا إذا كان الغرض التصحيح الحقيقي. من مقطع اليوتيوب الأكثر تداول في السعودية والهاشتاج الأنشط لدى المغردين السعوديين، وأيضا الكاريكاتير الذي أخذناه لكم من أحد الفنانين الذين يصلون رسومهم في الصحافة السعودية. الكاريكاتير الذي اخترناه لكم من صحيفة الجزيرة للفنان المرزوق الذي يصور ساخرا الفوضى العارمة التي تعج بمكاتب العمل في نهاية فترة تصحيح أوضاع العمالة. من الهاشتاجز النشطة لليوم على تويتر، اليوم العالمي لمكافحة المخدرات تحت شعار دع المخدرات وصن صحتك تجد نشوتك، إذ يصادف اليوم 26 من الشهر السادس لعام 2013 ميلاديا اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، والتي تعد أخطر ما واجهته البشرية على امتداد تاريخها الماضي والحاضر، إذ تهب دول العالم كافة لاقتلاع تلك الآفة من تربة الكرة الأرضية والقضاء عليها. من الفيديوهات الأكثر مشاهدة على اليوتيوب، حلقة جديدة من برنامج إيش اللي مع بدر صالح بعنوان الانتقام. أنا تنقلبوا علي؟ انقلاب ها؟ انقلاب كيف؟ ها؟ بالضبط، ولا كلمة يا 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 علوج، يا نكرة، يا أعداء النجاح، أنا عدو النجاح، أنتوا أعداء النجاح، فين الكلام الكثير ده حق الحلقة اللي فاتت؟ تميل حين في السيت حقي، كله يبي يتميل حين في السيت، حتى عمر حسين طالع لي هنا نهاية الحلقة حقته يتميلح، كله يبغى السيت هذا، إيش؟ لا أول ما تخافش، أنا ما أعرف أسوي شيء، عشان هذا الموسم صار واحد كتب كلمتين، واحد قال أكشن، والتاني سجل صوت، صرت أنا ما أعرف أسوي شيء، يا ما حلقات قومتها لحالي، ما جت على دي المرة يعني. محمد أنت ما طلعت معهم صح؟ تعال ايوه بس يلا ارجع ثاني كفايه عليك نص بس. نشرتنا مع اخبار السعوديه بالارقام وليس بالكلام. تسع ميداليات حصدها المنتخب السعودي المدرسي في بطولة العالم لألعاب القوى، 21 محطة كهربائية رئيسية تعطلت بالدمام، 25 مليار ريال تمويلات صندوق التنمية السعودي للصادرات الوطنية، 50 جهازا لتحليل الدم استوردتها وزارة الصحة لا علاقة لها بكورونا، 5 حسابات لدعاة وأكاديميين سعوديين
قرصنة على تويتر. أكثر من 4 مليار ريال يقدمها صندوق التنمية لتمويل 24 مشروعاً. 68% من رحلات السعودية المجدولة موجهة للقطاع الداخلي. 1485 وظيفة وفرتها غرفة الرياض للراغبين في العمل بالقطاع الخاص. 10,000 معاملة يومية منجزة في جوازات جدة ورصد 300 حالة تزوير. 180 مليون ريال تكلفة البنية التحتية لمشروع الإسكان في المدينة. 56 منشأة إسكان سياحي مخالفة تم ضبطها بالمدينة المنورة. نتواصل بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. في ذكرى اليوم العالمي لمكافحة المخدرات تقوم مؤسسة مونيتور المنشأة في عام 1994 ميلادية التي رأسها الأمير تركي بن طلال بدور تعزيز مشاركة الشباب في كافة مجالات الوقاية من المخدرات وتعزيز التعليم والوعي من خلال وسائل الإعلام. نتابع أبرز ما جاء من حملات عن اليوم العالمي للوقاية من المخدرات والتي تقوم بها مؤسسة مونيتور. الحديث حول هذا الموضوع معي عبر الهاتف الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس أمناء مؤسسة مونيتور العربية للوقاية من المخدرات. أهلا بك سمو الأمير. أهلا وسهلا. أهلا سمو الأمير، هل تعتقد أن مونيتور العربية ستنجح في مهمتها المقبلة؟ إن شاء الله. الأسباب؟ أول شيء خليني أشرح لك وش المشكلة عشان نشوف وش حجمها، وبالتالي نقدر نشوف إذا كان نقدر يعني فعلا فرص النجاح أكثر أو لا. نعم. لأن إذا اعتبرنا مثلا أنه أنت عندك صندوق كبير، الصندوق هذا هو الفخ اللي يقع فيه كل المدمنين، في عندك مدخل للدخول للي يوقعون في هالمشكلة وفي مخرج. الآن المدخل هو اللي احنا قاعدين نحاول انه يكون شغلنا فيه، اللي هو ابقاء من هو خارج الصندوق في الخارج، اللي هو عن طريق برامج الوقاية. لانه اللي يخرج من الصندوق اللي هم اللي يعاد تأهيلهم، اثبتت الدراسات انه فقط 12% من اللي يخرجوا من هالصندوق من هالوباء يرجعون طبيعيين. فقلنا بدل ما نركز جهودنا في المخرج، ليش ما نركز جهودنا في المدخل ونخلي الصحيح يبقى صحيح. جي الفئات اللي تستهدفونها سمو الأمير في 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 مؤسسة مونيتور ما هي؟ الشباب. فئات الشباب عموما؟ نعم. هل هناك فئة سنية معينة لديكم من خلال الدراسات؟ برامجنا تبدأ من الطفولة المبكرة وتنتهي بعمر 25 إلى 28 سنة. ما عندنا فئة يعني عمرية معينة، لأنه أثبت كنا نعتقد أنه لما تبدأ في فئة عمرية معينة تكون نتائج أفضل، لكن أثبتت الأبحاث اللي حنا استعنا فيها والخبراء اللي استعنا بيهم أنه ما تبدأ مكان معين، المسألة منتشرة وفي كافة الشرائع. طيب إذا أردنا القول سمو الأمير أنه في جهات يفترض أن تكون يعني رافد أو مساعد لكم في عملكم، وش الجهات اللي تعتقد أنها تتقاطع معكم في هذه الأهداف؟
شوف انت عندك ثلاث امور تتعامل مع قضيه المخدرات. عندك مراكز التاهيل مسؤوله عنها وزارات الصحه والقطاع الاهلي الصحي، مكافحه المخدرات مسؤوله عنه الجهات الامنيه في الدول، والوقايه. احنا شغلنا في الوقايه، الوقايه كل المجتمع يدخل فيها، ما في جهه محدده، لكن انت كيف تنسق بين الجهات هذه كلها وتحولها الى برامج عمل لها اهداف ولها نتائج، هذه النقطة اللي احنا وشركائنا قاعدين نسويها. وصلتوا الى 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 قناعة انه هذا التنسيق يعني يحتاج الى وقت طويل في نتائج ملموسة سريعة، ولا انه المسألة تحتاج وقت؟ الوعي اذا زاد واذا حصنت الاقران، يعني مثلا عندنا احد مشاريع اللي قاعدين نسويها اسمه تثقيف الاقران، وعندنا شغل برنامج ناجح مع اللجنة الوطنية السعودية في المملكة للوقاية المخدرات، هي لجنة رسمية تتبع وزارة الداخلية، عندنا مشاريع معها. أحد المشاريع هو تثقيف الأقران، تنمي المهارات الحياتية في الشباب وتبني شبكة بين هالشباب بالذات المثقفين منهم عشان يكونوا هم السد المنيع. إذا ما جاء تعرف في مبدأ عالمي يقول لك الصاحب ساحب، فانت اذا الصاحب هذا متنته وقويته اصبح مشكله على الاخر انه يقع، يعني يوقع هذا في الفخ. طيب هذا احد المشاريع سمو الامير، في مشاريع ثانيه عندكم؟ نعم. عندنا الله يسلمك مشروع هام جدا اسمه بالانجليزي اسمه بيلدينج بلوكس، واطفالنا في مراحل التعليم الاولى كيف تقدر تبني تعزز مهارات الاطفال على التواصل وعلى بناء ثقتهم بنفسهم. يعني هو مركز على بناء القدرات الشخصية، وشغالين في هالمشروع في 4 دول عربية من خلال وزارات التعليم، بحيث إذا نجح المشروع الدولة نفسها تعمم على الأماكن الأخرى. جي. وفي مشاريع أخرى طبعا، بس عشان ما أخذ من وقتك يعني أعطيتك بس مجرد نموذج منها. شكرا سمو الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مونيتور العربية للوقاية من المخدرات، كان معنا للحديث حول دور مؤسسة مونيتور خلال هذه الفترة التي توافق اليوم العالمي لمكافحة المخدرات. فاصل ونعود. أهلا بكم أعزائي المشاهدين. ارتفعت الأرباح التراكمية للمصارف التجارية السعودية بنسبة 1.5% في شهر مايو 2013 مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، لتصل إلى نحو 15.7 مليار ريال خلال 5 أشهر الأولى من هذا العام. المصارف السعودية كانت قد حققت أعلى مستوى من الأرباح التراكمية عند 34.7 مليار ريال في عام 2006. نفتح هذا الموضوع وهذا النقاش مع المستشار الاقتصادي الأستاذ فادي العجاجي. أهلا بك، شكرا لتلبية الدعوة. كيف تقيم هذا الأداء للمصارف بداية؟ والحقيقة هذا الأداء، يعني الأداء العام الماضي 2012 أيضا كان مميز، يعني مثل ما وردت في التقرير أعلى أرباح تراكمية حققتها المصارف في 2006 كانت عند 34 مليار و700 مليون. العام الماضي 2012 واللي هو يعني كان اقترب جدا من الرقم القياسي، وصل إلى 33.5 مليار، يعني كان في فقط 1.2 مليار حتى يصل إلى مستواه التاريخي. السنة هذه الأداء خلال 5 أشهر الأولى من 2013 يعني يعطينا مؤشر قوي على يعني أنه خلال العام 2013 ممكن البنوك تحقق أعلى، يعني تتجه لتحقيق أعلى أرباح تاريخية في عام 2013. نسبة النمو إذا قارنا 5 شهور الأولى من الأرباح في العام الحالي مع العام 2012
2012 نجد أنه نسبة النمو 1.5% تقريبا، والبنوك حققت تقريبا بحدود 15.7 مليار حتى الآن حتى نهاية مايو. والحقيقة التوقعات حول 2013 إيجابية جدا على الاقتصاد السعودي، لأن هي يعني انعكاس الأرباح القطاع المصرفي على أيضا حالة الاقتصاد بشكل عام. لا يمكن أنه في اقتصاد يكون بالقوة اللي تمر فيها الاقتصاد السعودي ولا ينعكس ذلك على قطاعات المالية ومن ضمنها القطاع المصرفي. الآن من التطور اللي نلاحظه مثلا أنه متوسط الأرباح الشهرية للفترة من مايو إلى من بداية السنة 2013 إلى شهر مايو تصل إلى 3 مليار و100 ألف، هذا المتوسط الربح الشهري. لو قارنته في عام مثلا 1962 كانت الأرباح أو 92 1992 كانت الأرباح طول العام حدود أقل من هذا 3 مليار و770 مليون أو كذا. فالآن المتوسط الشهري يعادل الأرباح قبل 20 سنة. هذا نتيجة لطبعا على أي أساس أنت قررت في 92؟ أنا بس للتقريب، لأن المتوسط 93 بدأ ينمو، بدأ يصل إلى 5 وكذا، لكنه عند 92 تحديدا كان معدل الربح السنوي هو تقريبا أقل من معدل الربح الشهري الآن. أنت ترجع الشيء هذا إلى عوامل نمو في الاقتصاد، إلى عوامل تحسن في الموازنة العامة للدولة، إلى عوامل تحسن أيضا أسعار النفط وكذلك مداخيل النفط للاقتصاد. كل هذه عوامل تعتقد أنها كانت بشكل مباشر؟ هذا صحيح، بالإضافة إلى عامل مهم أو عاملين أساسيين رئيسيين. الأول هو تطور القطاع المصرفي، تطور الخدمات المصرفية، تطور التقنية والمنتجات وتنوعها بالناحية، والناحية الثانية اللي هو تطور التشريعات التشريعات. وما زلنا الآن عندنا في طور مثلا النظام المنظومة المالية اللي من ضمنها الرهن العقاري، هي نظام التمويل العقاري والتأجيل التمويلي، وكل هذه ستنعكس إيجابا على القطاع المصرفي، لأن القطاع المصرفي حقيقة حتى الآن التمويل العقاري ما يمثل إلا تقريبا 1% من حجم التمويل ومن الناتج المحلي بالاقتصاد السعودي. هذه نسبة منخفضة جدا، ورد في تقرير البنك الدولي حول التمويل العقاري ونصيبه في الناتج المحلي أنه في السعودية 1%، بينما في مثلا الكويت والإمارات يصل إلى 15%. فمع ليش التحفظ عندنا؟ لا، لأنه التشريع النظام اللي هو خلنا نقول حنا البيئة التشريعية توسع البنوك في ما يسمى بالمورجج اللي هو القروض العقارية، كان هناك تأخر في التشريع ووجود، ولذلك ما كان في توسع كبير في الأقراض. كل ما كان يتم عمله هو الرهن الاحترازي، رهن الصك، وليس رهن الحجز، ما هو رهن هو رهن احترازي، بمعنى تعريفه ببساطة أنه عنده الضمان أو الكلترال في العادة يكون هو الراتب الدخل الشهري، لكن احترازيا يأخذ البنك مثلا الممول الصك الاحتفاظ فيه حتى ما تتصرف في العقارات. هم يأخذون ضمانين عندنا الآن بعد التشريعات الجديدة، بعد تنظيم قطاع التمويل بشكل عام، بعد ظروف ينتظرها المواطن أنها تتحسن. أقر لا أقر، ودخل حيز النفاذ والآن التمويل بالمناسبة هذه هذا والرهن نظام التمويل الرهن العقاري المسجل هذا عبارة عن مجموعة من القواعد الفقهية القانونية التشريعية الأساسية والضرورية لأمرين آخرين. بس أنا أقر أقر أنظمة التمويل ولسه نظام الرهن فيه لغط وكثير، وما وهم متكاملين بالدرجة الأولى. لا، هو للتوضيح، المنظومة المالية هي عبارة عن 5 أنظمة مترابطة مع بعضها، أجزاء تشير إلى أجزاء داخلها وأقرت كلها، تم الإقرار وتم الإعلان عنها ودخلت حيز النفاذ في 27 أغسطس 2012
بعد إعلان يعني المؤسسة، يعني أعلنت المؤسسة مؤسسة النقد المسؤولة عن الأنظمة وعن القطاع التمويلي بشكل عام في 27 أغسطس، دخلت حيز النفاذ وقررت اللوائح الداخلية لكلها. طبعا صدرت اللائحة التنفيذية لتمويل نظام التمويل العقاري والتأجير التمويلي ونظام مراقبة شركات التمويل. أما النظامين الآخرين اللي هو نظام الرهن العقاري المسجل ونظام قضاء التنفيذ، هؤلاء ما لهم لوائح تنفيذية، هذه عبارة عن نصوص يعني ما راح يصدر لها. أنت كلامك ترى جالس تقول أنهم مرتبطين. نعم مرتبطين. أنا هنا كان سؤالي، أنت قبل شوي تقول أنه موجود التمويل هذا لكن الرهن العقاري المسجل ما أنا مستفيد منه، ما هو مفعل. لا لا، الآن دخل حيز النفاذ. الآن المسألة إنه عندنا عدة نقاط. أول شيء عملية الترخيص، الآن تتولى مؤسسة النقد الترخيص للمؤسسات، فاكتملت البنية التشريعية، اكتملت من أغسطس من 27 أغسطس دخل تم الإعلان. أعلنوا بعدها. أعلنوا بعدها بثلاثة شهور يدخل حيز النفاذ حسب الإعلان. 90 يوم عشان. المهم يعني في اللحظة هذه الآن الأنظمة دخلت حيز النفاذ. عندنا شيء مهم اللي شركات التمويل يعني اللي مية بالبنوك، هذه شركات التمويل والتقسيط الآن أصبحت تخضع للنظام هذا. وأعطيت فترة 9 شهور حتى تقدم أوراقها للترخيص ومهلة سنتين لمزاولة العمل. بعدها تعتقد إنه شركات التقسيط هذه خروجها يعني ومتوقعين يعني كثير انه كثير من شركات التقسيط اللي موجوده الان، حتى انه البعض ذهب انه بعض شركات التقسيط، وانا اقول البعض يعني كتاب وموجودين، انه بعض شركات التقسيط حتى في مسؤولين حكوميين انه بعض شركات التقسيط يعني ما هي الا غطاء معين لعمليات مشبوهه بعض الشيء، اوكي، لانه لا يحكمها نظام واضح. النظام اللي راح يجي الان هل راح باعتقادك يقلل أعداد شركات التقسيط وبالتالي ينعكس هذا على منتجات البنوك؟ بالتأكيد، والآن على موقع المؤسسة الآن منشور الإجراءات اللي لازم تتخذ الآن يعني والمعايير وإجراءات التقديم الطلب وحتى نماذج الطلبات يعني للشركات هذه، يعني الشركات هذه يجب أن تتحرك سريعا لأنه الآن بعد سنتين من دخول حيز النفاذ الأنظمة سيكون عملها غير شرعي على الإطلاق. وبالتالي تعرض نفسها للمساءلة، لن يسمح لها بمزاولة الأنشطة. عددها كبير يعني ما هو سهل. عدد كبير، بالإضافة أن لها فترة سماح للتقديم، يعني إذا تجاوزت 9 شهور الأولى يعني سنتين على أساس تصفي أعمالها، يعني تخرج برا السوق خلاص لن يسمح لها بالاستمرار بعملها. سنتين عشان يصفون؟ سنتين على أساس أنها التصفية أو أنه يعني يحصل على ترخيص من المؤسسة. وبالمناسبة خلال 9 شهور لازم هو يبدأ يعني بعملية. ليش حاطين سنتين على أساس يسوون بالانس ما يصير شيء بالسوق؟ بالتأكيد لأنه في يعني شركات اوريدي رخصت، وبالتالي صعب تحدد من الذي يخرج من الذي يبقى. أن تضع معايير عامة وأسس معينة، وهذه الشركات من تستطيع أن تستوي. هم ما يبغون انسحاب مفاجئ، يبغون انسحاب تدريجي. لا، هو الآن هذا نظام يعني بالتالي أنت. أي أنا أقصد وفق النظام. يعني أنت الآن لما تكون حسب في السابق ما كانت هذه يعني خاضعة لنظام واضح، كانت المسألة متعلقة بأنظمة التراخيص والشركات والسجل التجاري وتصدرها وزارة التجارة. وبالتالي الآن لأنه قطاع تمويلي مهم للبنك المركزي اللي هو مؤسسة النقد العربي السعودي والإشراف عليه، الآن تغير تشريعي مهم، هو يعتبر هو اللبنة الأولى لأمن المواطن الاقتصادي، لأنه كثير من الحالات سواء يعني التأجير المنتهي بالتملك أو حتى التمويل الغير مصرفي يعني صار فيه استغلال كبير للمواطنين في كثير من الحالات، يعني يمكن معدل الفائدة يصل إلى 200% في بعض يعني على فترة القرض، يعني مثلا تجد أنه يعني خصوصا صغار الموظفين يقترض قرض 30,000 ويكون المبلغ المطلوب منه 90,000 يعني 75,000 مع شروط، أنه إذا تأخر في شروط جزائية تصل إلى 15,000. أنت مقتنع بنسبة الفوائد بالبنوك؟
البنوك تعتبر هي الأقل يعني من مصادر الإقراض. إذا قارنتها بأي مصدر آخر من مصادر الإقراض لا شك أنه القروض المصرفية الآن. وإذا قارنتها بقطاع مصرفي آخر في بلد آخر، المعدلات الفائدة منخفضة يعني بشكل عام، يعني خصوصا في السنوات الأخيرة، خصوصا تحديدا في بعد الأزمة المالية العالمية. فمعدلات الفائدة اللي طبعا احنا الآن نفرق بين قضية طريقة حساب الفائدة يعني، لكنها لا زالت ضمن المعدلات المقبولة. المهم انه التفريق، يعني تفريق المستهلك تحديدا او العميل للبنك بين انواع القروض. مثلا انا بعطيك على سبيل المثال قروض بطاقة الائتمان. هذا بطاقة الائتمان وسيلة ضمان وتأدية، ليست وسيلة مصدر من مصادر الأقراض، ولذلك استخدامها يعطي معدل الفائدة يصل من 18 إلى 24%. وهذه المعدلات مرتفعة حتى في الدول العالم لأنها ليست مصدر للأقراض. وبالتالي من المهم أنه نميز بين قروض استهلاكية أو قروض عقارية أو القروض قروض بطاقة الائتمان. طيب أنا عندي سؤال مهم جدا، يعني يمكن أنطلق واستدرك من حديثك. من قدوم المحافظ الجديد لمؤسسة النقد كان هناك عدة تشريعات طرأت على البنوك، يعني على سبيل المثال البطاقة الائتمانية صار يفرض أنه نسبة 5% تروح للبطاقة. أول كان الحبل مفتوح وكل واحد يأخذ بطاقة ائتمانية، نسب الفائدة بدأنا نشاهد نسبة صفر على التمويل الشخصي في بعض البنوك. هل تعتقد بالفعل أن المؤسسات تتجه إلى إيجاد منتجات معينة للطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود تكون بتناول يديهم وبنفس الوقت تضمن عدم وجود مخاطرة بالنسبة للبنوك؟ هو الآن نفرق بين دور مؤسسة النقد كجهة مستقلة مشرفة على القطاع، تهمها تنافسية الصناعة، إما حماية الصناعة، إما حماية القطاع المالي، هذا أمر مسلم في الاستقرار. نعم، هذه الأمور وتختلف عن قضية البنوك وما تقوم به من عمل، لأن البنك في النهاية هو قطاع خاص وبالتالي يخضع للأنظمة بالتأكيد، ولكنها ليست الأنظمة اللي تحدد مثلا سعر الفائدة بين البنوك أو يعني تحديد. البنك المركزي لا يتدخل بشكل مباشر في تحديد أسعار الفائدة، لا يتدخل لأنه ليس ضامن للربح، عنده مهم سلامة القطاع كقطاع. طيب، لكنه يضع الجهة، يعني يقدر البنك يحط أي نسبة؟ بالتأكيد، يعني هي طبعا تخضع لعدة معايير، لا ما في شك أنه ما في مبالغات كويس ولا لا. يعني هنا سؤالي، في إطار عام للفائدة عند البنوك ولا كل بنك يقيس والله أنه أنا بطرح منتج معين كتمويل شخصي وباخذ عليه الفائدة الفلانية، ولا أنه في إطار معين؟ لا طبعا، أنت تعرف أنت حتى العملاء تختلف درجة المخاطر عليهم. يختلف مثلا إذا كان عسكري حسب مرتبته يعني السجل الائتماني حقه. في النهاية من يتحمل المخاطرة؟ يعني حتى بعد الأزمة المالية العالمية ولما مؤسسة النقد ضخت المزيد والمزيد من السيولة في الاقتصاد في القطاع المصرفي، أصبح القرار قرار البنك، لأن البنك هو الذي سيتحمل المخاطر. بالطبع. 33 مليار هو حجم الأرباح التراكمية، ألا تعتقد أنه 33 مليار يعني تحققها البنوك وهي قفزة جيدة يعني لقطاع مصرفي وحتى على مستوى اقتصادي، لكننا ما نشوف مساهمة فاعلة للبنوك على مستوى السوشيال ريسبونسابيلتي أو على مستوى مسؤولية اجتماعية أو برامج خدمة، أو اللي موجود أصلا برامج خدمة مجتمع؟ ما تعتقد أن البنوك تحتاج إلى أن تتجه إلى هذه الثقافة وتعزز هذه الثقافة إذا كانت تحقق 33 ميزانية دول؟ يعني 33 مليار ونص ليست ميزانية دول، ولكن يعني لا شك أنه مستوى عالي من الأرباح. لا، ميزانية دول يعني أنا ما أبغى أقول الدولة بس تفضل. طيب لكن ربما يعني لو فيها المستشار الإعلامي أعتقد أستاذ طلعت حافظ ممكن يشير إلى قضية ما الذي تقوم فيه، يقدر يعرف البرامج أو ويناقش لا أنا من الناحية الاقتصادية أنا أتكلم عن الأرقام والبيانات. هذه مؤشرات من الناحية الاقتصادية، وكيف أن البنوك استفادت من عامل مهم هو متانة وقوة الاقتصاد السعودي. يعني في عام 2011 و2012 الاقتصاد السعودي يعني حقق معدلات ضخمة جدا من الفوائض. في 2011 يعني تقريبا 250 مليار حقت يعني مشروع 500 ألف وحدة سكنية من فائض فقط 2011. 2012 الفائض في الميزانية العامة للدولة يحقق أعلى مستوى في تاريخ
تاريخه، عند تقريبا 374 مليار. لا شك أنه هذا بينعكس على قطاعات، وأهمها القطاع المصرفي جي. يعني بالإضافة إلى أنه تحسن الأداء الاقتصادي، يعني أن عندنا ستاندر أند بوز رفعت يعني التقييم الائتماني للمملكة من مستقر إلى إيجابي، وهذا ينعكس أيضا على عدة قطاعات من ضمنها القطاع المصرفي. عندنا أيضا فيتش يعني توقعت أنه تكون معدلات وأسعار الفائدة تماسك عند 105 دولار، وبالتالي تتوقع أنه أيضا عام 2013 سينضح بالفوائض المالية. لا شك كنا تنعكس على المال. احنا نتمنى انه بس كل هالكلام هذا وكل الايجابيه هذه تنعكس بس على المستهلك النهائي والعملاء للبنوك. المستشار الاقتصادي فادي العجاج، شكرا جزيلا لحضورك معنا. فاصل ونعود. أهلا بكم من جديد. أقيمت لأول مرة في المملكة ملتقى صيفي للفتيات، استضافتهم جامعة الأميرة نورة من مختلف مناطق المملكة. الجدير بالذكر أن هذا الملتقى مكن فيه الفتيات 3 أسابيع من السكن داخل الجامعة والإقامة فيها بمختلف الأنشطة الثقافية والعلمية وبمشاركة التعليم العالي، الأمر الذي كان مقصورا على الشباب في فترة من الفترات. معي للنقاش حول هذا الموضوع عدد من المشاركات في الملتقى، شهد ضباب وأمجاد المكي وعائشة خربوش، وكذلك عائشة خربوشة أنا آسف. وسيكون هناك العديد من الاتصالات لعدد من المشاركات في هذا الملتقى. شهد، فقط تعطيني فكرة عن هذه التجربة يعني للملتقى. البعض ذهب إلى أنه أقرب ما يكون للكامبينج أو المخيم، مفهوم المخيم، المخيمات الصيفية. اشرحي لي بس الفكرة حقتها. هي فكرة الملتقى أنه ننمي الموهبة اللي موجودة في جميع المناطق. يعني إحنا من كل منطقة جينا 3-4 بنات، جمعنا بجامعة الأميرة نورة. كان في عندنا خيارين، إما أن نكون في سكن الطالبات أو إما نكون خارج، بيوفروا لنا نفس الوزارة بتوفر لنا أنه مع الأهل نكون في سكن خارجي مع الأهل. طبعا فئة مننا اخترنا السكن، كنا بنروح من السكن إلينا، من السكن إلينا الجامعة بناخد فيها ورش عمل. هي كانت مؤلفة من 5 ورش عمل إجبارية وثلاثة كانت يعني كانت إضافية، إحنا كنا نختار 2 منها. وين المكان اللي غير السكن اللي تقولين إنه بنفس الجامعة، جامعة الأميرة نور؟ إيه، كيف كان شكلها يعني؟ كلية العلوم. كنا في قسم كلية العلوم. فبالتالي كنا 5 ورش، أول ورشة كانت هي البحث العلمي، كنا بنتعلم فيها منهجية البحث العلمي وكيفية طرقه، وتعلمنا فيه، وكانت فيه يعني قسمين، إنه هو إنه إحنا كنا نشارك وعملنا بحوث علمية أنتجنا الحمد لله لمدة 3 أسابيع. تاني ورشة كانت إلكترونيكس وروبوت، تعلمنا فيها الدوائر الإلكترونية وتعلمنا فيها برمجة الروبوت. ثالث ورشة هي كانت المحتوى العلمي، تقسموا البنات لثلاثة أقسام بناء على إنجازاتهم وكمان اختباراتهم في قياس. تقسموا الكيمياء، فيزياء، أحياء. وبالتالي كانوا بياخذوا محتوى علمي مخصص في الكيمياء مثلا، اختاروا عنوان معين وبالتالي أخذوا عليه محتوى علمي مفصل. كل المشاركات منتسبات جديدات للجامعة؟ لا، هم ولا في من السنوات الاولى والسنه الثانيه والثالثه. احنا ما احنا في سن جامعه. انا طالعه ثانيه ثانوي. هنا سؤالي. لا، احنا كنا تقريبا كلنا في المدرسه لسه، انه في الثانويه. يعني هذه كانت الفتره، وفي من اللي طالع من المتوسط لطالع لثانوي. جي. شاهد، انت مشاركه من جده، حاضره من جده. صحيح. امجاد، انت حاضره من مكه المكرمه. منطقة مكة المكرمة. مكة المكرمة أو منطقة مكة المكرمة، ولا كذلك بعد شهد تكون مشاركة من منطقة مكة المكرمة.
أبيك بس تشرحي لي، هل استفدتي بالفعل من الورشات اللي ذكرتها زميلتك شهد؟ وش كان الأثر عليه؟ استفدت هو شيء طبيعي، يعني هي الورشة نحن هم سووها عشان يفيدونا. إيش كان الأثر؟ الدبنت على كل ورشة. يعني مثلاً في البحث العلمي نحن عندنا طبعاً خلفية كباحثات علميات، مشاركات في مسابقات علمية، بس الشيء اللي أثره داخلنا إنه في معلومات طبعاً ما حتكون عندنا. هم ثقفونا من هذه الناحية، دونا فرصة إن إحنا نشارك ونتشارك، حيث إنه كل واحدة يكون عندها معلومات بتعلم الثانية. بالنسبة للمحتوى العلمي، أنا كنت تخصصي في الأحياء، تقدر تقول إنه كل واحدة، عارف لما نأخذ انطباع أولي عن شيء ما نكون مرة نبغى نأخذه، بس إنه كشيء أنا مرة كنت متحمسة. يعني في الأحياء أثراني بجهة مرة كبيرة، لأنه كانت هندسة وراثية وكانت علوم طبية، ففي ناس كانوا فيزياء وفي ناس كانوا كيمياء. الشيء هذا مرة أثراني، يعني المعلومات اللي أخذناها كانت واسعة ووسعت من مداركنا وأدتنا بيئة علمية واسعة، بحيث إن إحنا نقدر نسوي أبحاث ديب. نوعية المشاركات، يعني وش الخلفيات عندهم؟ يعني أنت اهتمامك قبل شوي قلتي الأحياء، أحياء أغلب الاهتمامات اللي حسيت أنها متواجدة بالفعل بالمشاركات. هي مصنفة ضمن ثلاثة، يعني تقدر تقول إحنا نقنن الاهتمامات، هي متوسعة جدا بس نقننها ضمن هذه الثلاثة المجالات. لا أنا ما بالتصنيف الرسمي حقهم، أنا أتكلم عن الشيء اللي لمستيه أنت من خلال المشاركات. عادي، علوم بصفة عامة. كل العلوم؟ يا كل العلوم. غالبهم متفوقات في في, في, نحن في مجالهم. نحن كيف جينا؟ يعني كيف تم اختيارنا؟ نحن اختبرنا اختبارات قياس لقياس مقدرة الموهبة أو كم يعني الموهبة اللي عندنا. ممكن طالبات كثير عندهم نفس الدرجة في اختبار موهبة، لكن بيختلفوا في الإنجازات، فهنا يجي المفاضلة بين إنجازات الطالبة وقدراتها. طيب عائشة، أنت مشاركة من المنطقة الشرقية. احنا ما نبغى نذكر منطقه، لاننا في الاول والاخير وطن واحد، صحيح. فما نبغى التقسيم المناطقي هذا، صحيح. لكن انا اذكر على اساس انه فقط نذكر للناس انه هذا الملتقى جمع كل فتيات المملكه في مكان واحد. انت رسامه كاريكاتير، نعم. ليش استهواك الملتقى؟ ليش شاركتي فيه؟ من وين جتك الهوايه هذه؟ هو صراحة هذا الملتقى هو يعني توجه علمي بحت، لكن يعني هو اللي أبرزني تشجيع المدربات لي وتشجيع المديرة، لأن هو يعني كان هو حدث في يوم من الأيام في أحد اجتماعاتنا أن أحد المدربات أبرزت لي في المسرح ويعني وتكلمت عني ومدحتني كثير، فهذا شيء جدا أسعدني وجدا حفزني اني يعني اكون رسامه الكاركتير حقه الملتقى. وش الرساله اللي بتوصلينها من خلال الرسم؟ ابغى اوصل انه يعني اي معنى معين بالحياه اقدر اوصله من خلال الرسم. ما ابغى اوصل، يعني اعتدنا احنا بالطرق العاديه انه يكون توصيل المعنى بالكلام او بالالقاء او يعني بطرق عاديه جدا. انا اشوف انه إذا قدرت أوصل المعنى المطلوب بالرسم بيكون هذا شيء جدا فريد ومميز. يعني وجهتي رسوم كاريكاتيرية لقضايا يعني تهم المجتمع، تهم الفتيات، تهم حتى الرجال، يعني رسائل اجتماعية، رسائل ثقافية، رسائل توعوية من خلال الرسم؟ أنا حاليا توني أبدأ يعني فكرة أني أبغى أرسم كاركتير، لكن هذا الملتقى يعني كانت بدايتي مع أني أرسم رسومات تعبر عن الموهبة وتعبر عن إن كيف أننا إحنا إن كيف أن الإنسان ممكن أن يكون موهوب حتى لو كان إنسان عادي من أصلا. طيب ممكن ترسمي لنا رسمة هنا خلال هالفترة هذه؟ أيوة لو ممكن. لو بسيطة ممكن. إلى أن أخذ درة الحميدي من ينبع معنا عبر الهاتف. مساء الخير درة. الله يبركاته. السلام ورحمة الله. درة، كان لك منتج أو أنت صاحبة بحث علمي مشاركة في نعم. في هذا الملتقى، حدثينا بس عن المنتج حقك. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أمسي بالخير على جميع الجمهور ومسي بالخير على الضيوف الحاضرين عندكم. أول شيء مشروعي كان بعنوان The Using of Biotechnology to Produce Cancer Cells، توظيف التقنية الحيوية لإنتاج خلايا سرطانية. في البداية أمراض السرطانات معروفة ومنتشرة في جميع أنحاء العالم، تتسبب أو تحدث بسبب اختلاف الطفرات الجينية والعوامل البيئية المختلفة التي تؤدي إلى اختلاف أنواع السرطانات ذاتها.
والتجارب على الحيوان خاصة في مجال السرطان تأخذ وقت طويل وتكلفة عالية جدا، فأنا افترضت أني لو أنا وظفت إحدى التقنيات الحيوية المعتمدة لإنتاج خلايا سرطانية سوف تكون أقل تكلفة وبأقل وقت أو مدة. فاستنتجت من خلال الدراسة التي اشتغلت عليها أني أستطيع إنتاج خلايا سرطانية أجري عليها التجارب وأجري عليها الدراسة خلال 24 ساعة فقط. طيب أنت من وين جاتك الفكرة هذه يا دورلا؟ في الغالب يقال أنه الحاجة أم الاختراع، يعني إما حاجة اجتماعية أو حاجة يعني صحية للشخص أو موقف تعرض له. من وين جاتك الفكرة؟ صحيح دائما يقال أن الحاجة أم الاختراع، لكن أيضا القراءة أشدد على كلمة القراءة، أن تكون لديك خلفية علمية واسعة عميقة وأن تكون كثير القراءة. أنا جاتني الفكرة واستلهمتها من خلال قراءتي عدة أبحاث وقرأت مقولة أن العلماء يظنوا أن التجارب على الحيوان أعاقت تقدم الطب، فهذا ألهمني أني أنا كيف ممكن أسوي التجارب على خلية على خلايا مجردة من غير من يحتاج أني أجيب حيوانات وأجري عليها التجارب كبديل جديد لم يسبق التطرق إليه على مستوى العالم. وش فكرة البحث هي توظيف التقنية لمعالجة الخلايا السرطانية؟ كيف لإنتاج الخلايا السرطانية، والهدف منها؟ الهدف إجراء التجارب عليها إجراء التجارب عليها بأقل تكلفة وفي أقل مدة. أيضا من خلال الاستنتاجات والنتائج نتجت عن الدراسة وجدت أن المنتج أو الدراسة اللي عملتها تمهد دراسات مستقبلية في شأن علاج أمراض سرطان مستعصية العلاج في المستقبل، من خلال مقارنة المنتج اللي أنا حانتجه بخلايا سرطانية مستأصلة. درة، أنت في أي مرحلة؟ أنا في ثانية ثانوي، السنة القادمة ثالث ثانوي بإذن الله. تتوقعين أنه منتجك راح يحصل على أثر معين مستقبلا، أن يكون له انتشار واسع في حال تم تطبيقه؟ إن شاء الله، خاصة أن منتجي معتمد نظريا على قوانين صحيحة مراجعة من قبل المختصين وفائدته كبيرة بالنسبة للمجتمع. درة الحميدي من ينبع، درة الحميدي من ينبع، من ينبع صاحبة تجربة المنتج، صاحبة بحث علمي أيضا عن توظيف التقنية في خلق الخلايا السرطانية. تنضم لي أيضا الأستاذة سعاد إبراهيم الإبراهيم، مدير عام الموهوبات في وزارة التربية والتعليم. أهلا بك يا أستاذة سعاد. حياكم الله، أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذة سعاد. كيف يتم أو تمت إدارة هذا الملتقى؟ نحن نتحدث عن ملتقى أشبه ما يكون بالمخيم الصيفي، كيف تخطيتم ربما بعض الحواجز الاجتماعية إذا جاز لنا القول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أرحب بالجميع وأرحب ببنات الطالبات المتواجدات في الاستوديو. في الحقيقة تنويه بسيط فقط، يعني الملتقى اليوم الذي اختتمناه هذا الصباح هو في الحقيقة إحدى الملتقيات الصيفية الكثيرة جدا والمنتشرة على مستوى المملكة والتي تقام عادة في كل محافظة ومنطقة للبنين والبنات. هذا العام لدينا مظلة جديدة، هذه المظلة أسميناها بالأندية الموسمية. هذه الأندية الموسمية ينخرط تحت مظلتها كل نشاط طلابي للبنين أو البنات، ينخرط تحتها التوعية الإسلامية وينخرط تحتها أيضا اللي هو القطاع الموهوبات. في الحقيقة الشيء المختلف عما هو موجود في هذه الأندية الموسمية، الأندية الموسمية هي في قطاع في مناطقها أو في محافظاتها، وعادة ما يلتقي الطلاب والطالبات مع بعضهم البعض. هذا الملتقى أو هذا العرس الجميل الذي نحن بصدده في الحقيقة هو ملتقى الوطن، والمقصود بملتقى الوطن هو أنه قمنا بترشيح مجموعة كبيرة اللي هو عددها تقريبا 64 طالبة في مكان واحد في سكن واحد ولله الحمد،
الحقيقة هذا الملتقى يعني هو ملتقى يكاد يكون يعني الشيء اللي يجمع الطالبات بحيث أنه تحدث لديهن عملية تلمذة في الحقيقة، وهي أسلوب من أساليب الرعاية الإغرائية للموهوبات. هذه التلمذة تتلمذ الطالبات على يد أكاديميات متخصصات في مجالات العلوم والطب. هذه التلمذة يتلمذن أيضا على يد مدربات في البحث العلمي وفي مهارات التفكير وفي الإلكترونيات وفي الروبوتات. في الحقيقة التجربة صعبة جدا، يعني عادة إلى سؤالك أخي الفاضل، التجربة صعبة جدا بالنسبة لنا. في الحقيقة هي أن حرصنا أن نجمع الطالبات أولا في مكان واحد، الهدف منه أيضا نريد أن تحدث عملية تلمذة بين بعضهن البعض، يحدث هناك تفاعل واندماج وتبادل أفكار وتبادل ثقافات. طيب سؤالي لك، بس سؤالي لك أستاذة سعاد، الأندية الموسمية اللي تحدثتي عنها متى راح تكون؟ يعني احنا راح نشهد بس المخيم هذا والملتقى هذا، ولا فيه على مدار السنة؟ وش نفس الهدف راح يكون، ولا في أهداف أخرى؟ يعني هذا أشبه ما يكون بالملتقى العلمي كما ذكرتي أو تلمذة. أوكي، وأكد لنا أيضا الأخوات الحضور هنا، السؤال وش الهدف المقبل للأندية هذه؟ طبعا الملتقى الوطني هذا اللي نحن بصدده هو في الحقيقة يعني يكمل ما قدم للطالبات الموهوبات أثناء العام الدراسي، سواء من خلال النشاط اللامنهجي أو من خلال اللي هو أنشطة الموهوبات. لدينا برامج إثرائية في الصباح تقدم للطالبات داخل المدرسة، ولدينا أيضا برامج مسائية في المساء بمعدل معين من الساعات، ولدينا برامج يوم الخميس. الحقيقة الملتقى الوطني الآن والذي نحدث بصدده هو استكمال لما تم تقديمه من خبرات الطالبات، والانطلاق مما لديهن وليس الانطلاق من 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 الصفر. في الحقيقة نكمل ما لديهن من قدرات. طيب. دعمها وإلى آخره. طيب أستاذ سعاد، بس سؤالي الأخير لك إذا سمحتي، حنا نشوف ملتقيات مخيمات خارجية داخلية يبتعث لها أبناء وبنات المملكة، فيها أفكار نيرة، فيها أفكار قابلة للتطبيق، فيها أفكار قد تكون نادرة وغير موجودة في أي مكان بالعالم، لكن لما نجي ننتقل لمرحلة التطبيق أو أن نلمسها على أرض الواقع لا نجدها. كيف يمكن أن نحقق نتائج حقيقية نلمسها على أرض الواقع من هذه الملتقيات؟ بالنسبة للبرامج الإثرائية التي تقدم للطالبات سواء أثناء العام الدراسي أو في الأندية الموسمية أو في الملتقى الوطني على مستوى الوطن، في الحقيقة لا بد أن يكون لها منتج. المنتج هذا طبعا عادة وفق الاستراتيجية العربية للموهبة واستراتيجية مؤسسة الملك عبد العزيز ورجال الموهبة لابد أن تكون وفق مجالات علمية طبية هندسية. يعني في الحقيقة عملية المنتج هذا يعني لقينا له طريق أو مهدنا له طريق بأنه يظهر إلى العيان. فهناك تواصل بيننا وبين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. جيد. المدينة هذه في الحقيقة هي رائدة في احتضان المنتج هذا. هناك رابط الجميع متاح له من الطالبات هذا الدخول إلى هذا الرابط، تدخل ما لديها من منتج وتنتقل من مرحلة إلى أخرى. عملية يعني الوصول إلى المخترع أو أنه تسويقه أو تطبيقه في المجتمع في الحقيقة يحتاج إلى مرحلة طويلة قد تأخذ شهران، وهي المرحلة الأهم. نعم، قد تأخذ سنوات. تعتمد على نوعية المنتج أو المبتكر هذا. فهناك خط يمكن مستقبلا تفكرون بس تقيموا ملتقى تأخذون فيه أفكار لتسويق هذه المنتجات. الأستاذ سعاد إبراهيم الإبراهيم مدير عام الموهوبات في وزارة التربية والتعليم. فاصل ونعود.
أهلا بكم من جديد. حديثنا لازال حول الملتقى الصيف الذي يقيم أخيرا في جامعة الأميرة نورة، والذي شبهه البعض بأنه مخيم صيفي يقام لأول مرة في المملكة لمدة 3 أسابيع. شاهد، بس بعود لك، تحدثت قبل شوي عن الورش تحديدا، أنه في 5 ورش. وش المزايا، وش اللي أضافت لكم الورش؟ أول شيء مزايا الورش أنها كانت تنقسم لقسمين. أول شيء كان قسم نظري، وكانت طريقة إلقاء وتلقي كانت عن طريق شرائح بيتعرض لنا. طبعا كانت يعني جدا المدربات كانوا دكاترة ومتخصصين، كل واحدة كانت في مجالها وتخصصها. كانوا بيلقوا لنا هي بطريقة يعني إبداعية، يعني بيحاولوا يوصلوا الفكرة عن طريق الأسئلة والتساؤل، بيخليك تكتشف الإجابة. إيش الطريقة الإبداعية؟ يعني الطريقة اللي أنتم متعودين عليها في المدارس، يعني في المدرسة والجامعات، الطريقة التيبيكال أو الطريقة التقليدية البحتة اللي هي التلقين، مزبوط. ما هي موجودة؟ لا صراحة في الملتقى كيف كان، يعني إحنا في المدرسة بناخد كتاب بنمشي عليه، في الملتقى كانت طريقة الإلقاء كيف بتكون؟ عن طريق تساؤل. ممكن نخرج برا الموضوع بس لسه تفاعل، معتمد على التفاعل. أيوة، يعني أي سؤال خارجي كمان كنا بنلاقي إجابته، وأحيانا كنا نسأل السؤال ومن خلال نفس الورش بنكتشف الإجابة بنفسنا. هذه الميزة الأولى. تاني قسم اللي هو القسم العملي في المحتوى العلمي. يعني أنا كنت في كيمياء، دخلت مختبرات كيمياء، تعمقنا، عملنا تجارب ونجحت التجارب، في منها فشلت التجارب، لكن برضو أعادوا علينا. أمجاد، أنتم قعدتوا فترة 3 أسابيع، كان خلاص يعني انتقلتوا إلى سكن آخر خلال 3 أسابيع واستقريتوا في المكان هذا. كيف يعني واجهتي فترة وجودك 3 أسابيع بالملتقى، بعدك عن أهلك، أنت من مكة المكرمة، وبالتالي كيف تجاوزتي الموضوع هذا؟ طيب، أول شيء إن هي تجربة جديدة، إحنا ما إحنا متعودين إن إحنا نكون بعيدين عن أهلنا for 3 weeks. ففي البداية كان في إنه أنا خايف إنه أنا هبعد عنهم، إنه أنا إيش كيف هتحمل مسؤولية نفسي، إيش الأشياء اللي راح أسويها، إيش المفروض أسوي، إيش المفروض لا. كان في زي الرهبة، وأي شيء جديد دائما الشخص يكون خايف منه ومتوتر إنه كخطوة جديدة. فأول يومين كان الإحساس إنه لسه أنا بديت أتعرف على الشخصيات شيئا فشيئا. يعني تقدر تقول أول أسبوع كان أطول أسبوع، بعدين الأسابيع صارت تمشي مرة بسرعة لدرجة إنه هذا الأسبوع مرة سريع. إنه كطالبة موهوبة هي عندها صفات ما هي عند كل الطالبات، يعني ما هي عند كل الفتيات في هذا العمر. هي منضبطة ذاتيا، احنا نقدر نوصف الطالبة الموهوبة انه هي منضبطة ذاتيا، قد كلمتها في الوقت، يعني بتمشي في الوقت بتتحمل مسؤولية. انتم طول الوقت كنتم في الملتقى، ما طلعتوا يعني ما طلعتوا خارج اسوار الجامعة؟ كان في رحلات. اي وين رحلات؟ في البداية اول اسبوع هم كانوا بيودونا رحلات. اول رحلة كانت لمشكاة، مدينة الملك عبد الله، للطاقة الذرية والمتجددة. كان فيها يعني زي نوع من أنواع العلم في المتعة. تاني شيء، تاني أسبوع رحنا في المتحف الوطني، تعرفنا فيها على الوطن وأشياء تعمقنا فيها. يعني صراحة كانت الرحلتين كانوا أكثر من رائعة. طيب، هذا الشيء فقط خلال فترة 3 أسابيع، زيارتين صحيح. الجدول الفعاليات خلال هالفترة هذه كيف كان؟ يعني تقومون الصباح، نظام صارم، تقومون الصباح مثلا الساعة 8؟ أصعب شيء صراحة، أصعب شيء كانت الجامعة. كلموني عن الجدول تحديدا اليوم لكم. تقريبا إحنا بنكون من الساعة 6 بنصحى، ساعة يعني تقريبا ساعة، وبعد كده بيكون في جدول إفطار وزي كده. بعد كده بنروح على الجامعة من الساعة 8 إلى الساعة 12، بعد كده بناخد بريك، بعد كده بنكمل إلى الساعة 5. فبيكون يعني هذا كله في الجامعة، مختلفين في الورش. هذا الشيء كنتم متوقعين انكم تكسرون الحواجز بينكم وبين الموجودين والمدربات، ولا كنتم متوقعين لا والله انكم بتروحون الملتقى
شوف زي ما قلت لك في رولز يعني شديده شويه وفي قواعد اكيد في رولز بس انه احنا ما نطالب بالغاء الرولز بس احنا نقول انه يكون في تساهل يعني يكون ربما في تقارب بينكم اكثر تتكلمون بذات اللغه هنا كان التساهل طيب بالنسبه للرولز يعني طبعا حيكون في رولز ولما هم بيشوفوا انه الشخص هذا منضبط انه هو بيسوي الاشياء المطلوبه منه وبيبتعد عن الاشياء الممنوعه منه هم ما راح يضغطوا عليه بحيث انه يحس كأنه مجبور إنه يجي هنا لا هو الموضوع خلاص أنت تعرف القانون تمشي عليه حيصير عندك زي العادة حيصير شيء واجب يعني أنت بتشوف إنه الصح وبتسويه وبتشوف إنه الغلط وبتبعد عنه جاي عايشة بس ترفعين الصورة لو سمحتي يا عايشة هذه الصورة هذه الصورة لنا حنا في الاستوديو هنا أي لا تطلعين الصورة هذه تفضلي وأشوف الصورة لو سمحتي تفضل الثانية فضل. لا أقصد حقة البرنامج حقة البرنامج أوكي سريع عايشة رسمت لنا بس برنامج يا هلا يبدو أني في المنتصف هنا يعني شكرا جزيلا لكم يعني نحن نفتخر يعني فيكم كفتيات سعوديات يقدمنا لهذا الوطن الكثير شركات في التنمية إن شاء الله مستقبل وشركات في بناء المستقبل بحول الله نتمنى لكم كل التوفيق ختاما نود فقط أن نوجه رسالة شكر لندى سعود الحربي مديرة الملتقى الصيف الوطني في التعليم العالي هنا أعزائي المشاهدين نصل إلى ختام حلقتنا إلى اللقاء